سؤال سيدة تقول: أنا زوجة ثانية منذ 10 سنوات لزوج على خلق كبير ودين وتقوى، وقد رضيت منذ البداية بالاتفاق مع زوجي أن أسامحه إذا لم يستطع العدل، لكن مع تقدم العمر واحتياجي إليه أصبحت لا أتحمل عدم وجوده بجانبي في وقت احتياجي له، وهو ينفق علي لكن ليس كزوجته الأولى تحديدا كمستوى معيشة وسكن، فأنا أسكن في إيجار والأولى تسكن في فيلا ومعها خادمة وسائق وكل أمورها ميسرة، فأصبحت من داخلي غير راضية عن عدم عدله في هذه الأمور، مع العلم أنه قادر أن يشتري لي بيتا، وخصوصا عندي عدم الإحساس بالأمان بسبب أني معرضة في أي وقت للانتقالات من سكن لسكن بحكم الإيجار، وكل هذه الأمور تؤثر على علاقتي به لأني أشعر بالظلم، فهل هذا يعتبر نقضا لما اتفقت عليه معه؟ وهل أكون آثمة بذلك؟ وما هو وضعه؟ هل يأثم بعدم عدله؟ مع العلم أني كزوجة ليس لي متطلبات، لكن أنتظره يعطيني، وكثيرا ما يغفل عن متطلباتي، أعلم أنه بدون قصد، أخاف والله أن أكون آثمة ويكون هذا بابا لإفساد حياتي. إن هذا يجرنا إلى الحديث عما يسمى زواج المسيار، تحدث عنه المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. زواج المسيار زواج اكتملت مقوماته، أركان العقد وشروطه موجودة، لكن تنازلت فيه المرأة عن شيء من حقوقها، عن حقها في القسم في المبيت وفي النفقة، يعني رضيت بأن يأتيها كلما تيسر له، مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر، مرة كلما زار هذه البلد التي توجد فيها، وتقول إنها ذات مال لا تحتاج إلى إنفاقه عليها، فتعفيه من النفقة وتعفيه من العدل في القسم في المبيت. إذا تراضى الزوجان على ذلك من البداية فلا حرج. المجمع الفقهي أجاز فيما أجاز هذه الصورة، وإن كان لا يشجع عليها لأنها قد تفضي إلى ظلم الزوجات وابتزاز حقوقهم، لكن في الجملة العقد صحيح، أركانه صحيحة، شروطه متوافرة، المرأة تنازلت طائعة مختارة عن بعض حقوقها، ونسبة العنوسة في مجتمعاتنا عالية جدا جدا، والمراكز القومية للبحوث الاجتماعية بتثبت ملايين حالات يعني الأنوسة وهذه يعني العنوسة، وهذه قنابل زمنية موقوتة في مجتمعاتنا، فربما ترى المرأة أن تعيش بهذه الحقوق اليسيرة خير لها من أن تنعدم هذه أو هذا الجانب أن ينعدم بالكلية. فهذا اشتراط إذا رضيت به وأقرته فقد تنازلت طائعة مختارة عن بعض حقوقها، والزوج قد برئت ذمته بذلك لأن صاحبة الحق تنازلت عنه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن في المستقبل يا أمة الله، إن عجزت عن المواصلة في هذا الطريق وأحسست أنك مقهورة وغير قادرة على التعايش مع هذا الاتفاق السابق، من حقك أن تطلبي إما أن يعدل وإما أن يطلق، وتكون يعني هذه قضية فيها خصومة تلجأين فيها إلى التحريم، ومن حقه أن يقول لك في هذه الحالة: أنا دخلت من البداية على هذا الشرط، أعلم أن ظروفي لا تمكنني أكثر من ذلك، وأنت قبلت به طائعة مختارة، يبقى طلبك للمفارقة يكون خلعا وليس تطليقا للضرر، لأني اشترطت من البداية ذلك، بالضبط كما لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، فإذا تزوج عليها في المستقبل مخالفا للشرط وطلبت المفارقة يكون هذا تطليقا للضرر وليس خلعا، فلا تفقد معه حقوقها المالية. ائتمروا بينكم بمعروف، اقنعي بما قسم الله لك، تعايشي مع هذا الوضع الذي قبلت به من البداية. أخشى أن تتشوفي يا أمة الله إلى الكمال، نعم، فيفوتك أصل الأمر
ويفوتك كماله معا. أخشى أن تتشوفي إلى غير المتاح فتفقدين المتاح وغير المتاح. أعجبتني منك كلمة في نهاية: أخشى أن يكون هذا بابا لإفساد حياتي، وأنا أخشاك خشيتك، وأخشى أن يكون الشيطان قد سوى لك هذا لتفقدي هذه الحياة التي تتفيئين فيها ظلال زوج ينفق عليك بقدر ما يستطيع، وهي الدنيا ماشية. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. لا حرج أن تتكلمي مع زوجك، وأن تأتمري بينك وبينه بمعروف، وأن تسأليه أن يرفع من مستوى الحقوق التي يبذلها لك تطيبا لخاطرك وجبرا لقلبك. هذا كلام جميل، لكن لا تصلي بالأمر إلى حد المفاصلة والمفارقة. أخشى أن يكون لهذا تبعات لا تقدرين على تحملها في المستقبل. وأسأل الله أن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.